إذاعة القرآن الكريم من الدوحة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تقدم النور في قلبي. النور في قلبي. النور في قلبي. الإعداد الدكتور نعيم عبد الغني، التقديم أحمد الجربي. في الحلقة الماضية من رحلة البحث عن النور، احنا عائلة غير مسيحية، يعني بالأصل مسيحية بس من غير دين صراحة. كنت 14 سنة وقلت لنفسي يعني أكيد في شيء بعد الموت، لأن في يوم من الأيام أنا اكتشفت البنت تمسك يد أمها، وشفت مرة مرتين ثلاث مرة، وبعدين قلت يعني هذا شيء شوي أبي أعرف ليش تمسك يد أمها، ولا هي رجع من سفر ولا بتسفر. مرة سألت واحدة من البنات، قلت لها ليش أنتوا تلبسون شيء يعني مغطيين من فوق لتحت، وسبحان الله كنت أسوي هذا الحركة أكثر من مرة، وسبحان الله أفتح الكتاب وأقرأ وأفهم. كنت أخاف يعني في موجود حد في الغرفة معي، يعني رب العالمين يعني answered my دعاء because I was making دعاء، كنت أطلب منه، وهذا شيء هذا الشعور ما أقدر أنساه، بعد 20 سنة ما أقدر أنساه. ضيفة الحلقة هي أوغيليا التي أسمت نفسها نور بعد أن أسلمت، وكيف أن تباشير فجر الإيمان تسرب في رفق إلى قلبها، وكيف بدأت القراءة والتأمل حتى وصلت في نهاية الأمر إلى قناعة كاملة في الدخول إلى الإسلام، فسارعت في وقت متأخر من الليل بالاتصال إلى صديقتها مها. فماذا حصل بعد ذلك؟ نتابع سويا. ما كان في هاي الوقت ما كان مركز ديني مفتوح للغير، أنا ما كنت أعرفها لمركز ديني، واتصلت لي هاي الأخت مها لصديقتي القطرية، قلت لها أنا أبي أسلم، كان متأخر في الليل، وهي أعطتني رقمين وكتبتهم في يدي بالقلم حبر أتذكر، وكان متأخر عشان أتصل عشان رقم المكتب، وقلت بتصل بكرة صبح. ولما قمت الصبح أبي أشوف الأرقام ونمسح الرقم من يدي، بس بشوي صعوبة قريت رقم واتصلت لها الرقم، كان رقم الدكتور عبد المنعم إبراهيم في الأوقاف، كان الرقم غلط، عرفت بعدين هو ما له دخل في الدعوة، هو أصلا كان أتوقع، أنا نسيت صراحة، بس أتوقع كان مسؤول، وأتوقع يعني قليل الناس اللي كانوا يتكلمون إنجليزي في الأوقاف يعني قبل 20 سنة، وسبحان الله يعني اللي شال التليفون هو يكلم إنجليزي، والحمد لله يعني رب العالمين ساعدني بهاي النقطة عشان ما كنت أكلم ولا كلمة عربي. كلمت دقيقة وقال لي طيب تعالي بيتي، هو يعيش في الوكرة، كنا في بيته في المجلس، ودايما معنا زوجته وبناتها، أحس باحترام صراحة. سألني وايد 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 أسئلة، أتذكر يعني في وقت أنا قلت يعني يبيني أسلم ولا ما يبيني، يعني أنا كنت صراحة مستغربة من الأسئلة، وسألته يعني أنا بيكون مسلمة، يقول أنا بيتأكد أنت تعرفين إيش قاعد تسوين، هذا شيء مو بسيط، أنت أبيك تسلمين بالثقة. وكان يسألني يعني سؤال نفس مثلا إيش بيصير لما عائلتك بيعرفون أنت أسلمتي، هل أنت بترجعين لدينك قبل إذا مثلا عائلتك بيقولون أنا بيك. والحمد لله أنا كنت متأكدة بأسلم وما كنت أخاف من أي شيء، سبحان الله أتذكر هاي الشعور صراحة شيء يعني جميل جميل، وأتوقع أرجع في هذا الأيام سبحان الله. وأنا ما كنت أعرف الشهادة شنو، أعرف معنى الشهادة بس ما أعرف أقولها. قال لي طيب أنت قولي وراي. شفت العائلة كاملة يعني الكل يصيح، الصغير والكبير، حتى البنات اللي كانوا ممكن 10 سنوات كانوا صايحين سبحان الله، يعني شيء اللي دخل قلبي يعني ما شاء الله، فرحانين اللي صار قدامهم ما شاء الله، يعني شيء اللي ما أقدر أنسى في حياتي. وبعدين قال لي كلام دي بعد مهم جدا في حياتي، قال لي بالإنجليزي You will never be disappointed by Islam, but you will very often be disappointed by the Muslims. وهذا الجملة ما فهمتها في الوقت، أنا كنت صراحة يعني في السماء، يعني كنت أسلمت وأخذت قرار سليم في حياتي، وأحس يعني فرحانة بدرجة ما أقدر أنسى. كانت في شهر 12 مايو 94.
سلمت نور وفرحت بها أسرة الدكتور عبد المنعم الإبراهيم، وبدأت أول صلاة هناك، حيث تعلمت الوضوء والصلاة، وخرجت من البيت تسرح في خيال الإيمان الذي تنفست أريجه الطيب وشذاه الفواح، وباتت نور مع حياة جديدة تخالف حياة تربت عليها في بيتها. أصلاً ما كانوا أصدقائي، كانوا عائلتي، وما قلت لهم أنا أسلمت وما لبست الحجاب من البداية، وكنت أصلي وراهم. بس سبحان الله ما أتذكر كم الفترة، بس بسرعة بعد الوقت اللي أنا أسلمت عمي صار مريض، وبسرعة سافر فرنسا طواري عشان عملية قلب، وكنت أنا بروحي والحمد لله في حريتي عشان أسوي يعني سبحان الله قدر رب العالمين رتب الأمور بطريقة سهلة لي، يعني مو بأخشي وقت طويل، يعني الحمد لله بسرعة كنت بروحي وفي حريتي. كنت جوعانة وايد من العلم، كنت أبي أقرأ وما كان واجد كتب وما كان مكاتب، وصراحة حست في فرق كبير، يعني كنت أبي أعرف زيادة وما كان إنترنت في هاي الوقت. وبعد 20 عاما من إسلامها الذي جعلته لحظة ميلادها، وفيه اختارت النور اسما وطريقا، ترى نور أن خلاصة تجربتها تتمثل في أن الإسلام شيء والمسلمين شيء آخر. ومثل قال لي الدكتور عبد المنعم، يعني اكتشفت يعني سبحان الله صح المسلمين عندهم الإسلام، بس قليل الناس اللي عندهم علم. كنت أسأل سؤال وما وايد ناس ما يعرفون الجواب، واستغربت شوية وفهمت بسرعة في حياتي كمسلمة، فهمت بسرعة إيش قصد الدكتور عبد المنعم بهاي النصيحة الأولى اللي أعطاني وقت الشهادة. أنا بحمد الله يعني صرت في مجتمع الحمد لله في هاي الوقت كان أمريكيات واجد اللي أسلموا، والحمد لله يعني هما كانوا يعني ساعدوني واجد في تعليم الإسلام. حست سبحان الله، حست أنا كغير مسلم يعني كغير مسلمات اللي أسلم مسلمة جديدة، يعني أبي أعرف كل شيء من البداية، وإيش اللي أتعلم أبي بسرعة أسويها في حياتي. نعم، إنه طريق النور، طريق كان يمكن أن تراه في كتابات بني جلدتها مثل لامارتين الذي قال عن محمد عليه الصلاة والسلام: أعظم حدث في حياتي هو أني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. والذي قال عن الرسول أيضا: إنه بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ النور في قلبي، النور في قلبي، والحب في دربي، ردد يا لساني لا إله إلا الله، ردد يا لساني لا إله إلا الله.